اي منزل تميم اليوم باش نحكيو على البحر المزيان هذايا اللي تبع ولايه نابل تدشويت في تبحيره اليوم. تبحيره اليوم كما قلنا اليوم نحكيو على واحد من اجمل واروع الشواطئ التونسيه. اليوم نحكيو على بحر منزل تميم. كما قلنا كالعاده خلينا نحكيو على منزل تميم شويه اللي هي مدينه تابعه لولايه نابل. كانت من مدن المملكه الاغلبيه التميميه على ذلك تسميت منزل تميم. هذا بالنسبه لتاريخ التسميه نتاعها. تجي بين اقليبيا والهواريه ومن اكثر الحاجات اللي تميزها بطبيعه هي البحر نتاعها. الشاطئ ما بين احلى الشواطئ اللي تحلى فيها العومة. يقصدوه العديد من العائلات خاصة برشا عائلات تمشي المنزل تميم من تونس الكل، مش كان سكان المنطقة غادية كهولي، من تونس الكل يمشي المنزل تميم. يتميز البحر بالصفاء متاعو نظافته جماله، ويتميز زادة بالرمال الفضية اللي زادت من سحر المكان وزادت من سحر البحر. البحر كما قلنا عائلي، يتلموا فيه الصغار والكبار وبرشا يمشيوا له غادي. بيانسور يختاروا انه يمشيوا له، علاش؟ على خطر فوق معناها ما فهميش مشكلة حتى للكبار انهم باش يهبطوا للبحر ويعديوا نهاير مزيان غادي مع عائلتهم. هذيك عليه جينيرالمون تلقى اللي يمشي مرة المنزل تميم يرجع لها مرة واثنين وثلاثة، ويحب ديما يبحر فيها تلمو يعديوا نهار مزيان وقايت مزيان غادي. اون بلوس على البحر فما دي ريستورون، فما زيدا قهاوي وين تنجم تاكل وتبحر وتعدي نهاير. يعمل 66 كيف تنجم تهز معاك بطبيعة الباراسول نتاعك طاولتك كل ما يلزمك. سينو تنجم تلقى غادي كل شيء موجود سور بلاس. بيان سور الكونفور، الاهالي غادي والمتسكنين والمجتمع المدني خموا فيه وديما لاهين بلاصه على الاخر على الاخر. هذيك علاش تحيه كبيره لهم. من الحاجات الاخرى زاده ممكن المعروفه واللي تميز منزل تميم، اذا كان بيان سور مشيتوا بحرتوا ما تنساوش باش تمشيو تعملوا طله زاده على السوق الاسبوعيه. هاكا غادي فو بروفيتي من القضيه اللي موجوده ومن الاسواق زاده الباهيه. دونك السوق الاسبوعيه نتاع منزل تميم معروفة بالكدي، تلقاو فيها الخيرات السبعة. واللي ما مشيش المنزل تميم فرصة انه يلم عائلته يمشي البحر المزيانة ذي ويعمل تبحيرة على كيف كيف. فوالا كانت هذه تبحيرة اليوم. تبحيرة اليوم دونك فوالا لي هذا كان بحر منزل تميم. من احسن الشواطئ منزل تميم، وننصح اللي ما جربش يبحر في منزل تميم يمشي بحر في منزل تميم ويجرب الشاطئ نتاع منزل تميم والبحر نتاع منزل تميم. متعه عندها يعني طعم خاص، وخاصة أهالي منزل تميم. تحية اليوم تحية للناس الكل اللي تسمع فينا في منزل تميم. أنا استدعاو في الناس باش تمشي تبحر بحذاكم، أكيد أنتم أهل الكرم والجود والاستقبال ديما. وين تمشي المنزل تميم تلقى يعني الدفء تاع المدينة، ولا الشاطئ تاع منزل تميم يعتبر من أجمل الشواطئ في الوطن القبلي وأيضا في الجمهورية التونسية. بالضبط هذا هو. نحن راجعين معكم بعد شوية، مازلنا مكملين تو سويت بالموسيقى. سمعكم I like it.